الدماغ، المخ، مركز الإحساس والتفكير والذاكرة والتعلم، كلها في المخ. المخ هو أهم عضو في جسم الإنسان، لأنه هو اللي بيوصل الرسائل وإعطاء الأوامر لجميع أعضاء الجسم لأداء مهامها الوظيفية، بما فيها القلب. طيب، هذا المخ إذا تعرض الجسم إلى التوتر والقلق بيبدأ ينكمش وتقل وظائفه، وبيبدأ الخرف المبكر والألزهايمر المبكر. خلينا نعرف إيش اللي بيصير في مخ الإنسان نتيجة هذا التوتر وهذا القلق ونتيجة مرض السكري رقم 2 في هذا الفيديو، فتابعونا كيف نحل هذه المشاكل ونقي أنفسنا من انكماش الدماغ حتى نحافظ على قوة ذاكرة مدى الحياة اللي ربنا كتب لنا إياها في أحسن شكل، ولا نصاب بالخرف ولا بالألزهايمر المبكر أو المتأخر. فتابعونا. أحبتي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة الدكتور رمضان شمية. اليوم موضوعنا مهم جدا، يهم كل فئات المجتمع، الكبير المسن والطفل الصغير والشاب اللي في مقتبل العمر، للسيد وللسيدة، للفتاة وللشاب، كل هذا الموضوع لأنه بيتعلق في المخ. والمخ هو المكان الذي ندرك فيه ونحس فيه ونوجه أنفسنا في الاتجاه السليم من خلاله. إذا تعرضنا إلى توتر أو قلق من مسببات انكماش المخ، فإحنا كيف بدنا نتخلص من هذا القلق؟ من خلال أغذية خاصة، زائد نشوف إيش اللي بيأثر علينا. بدنا نعرف كلنا بلا استثناء إنه الخلايا العصبية اللي هو Central Nervous System، المخ هو يمثل الجهاز العصبي المركزي، لا يتجدد، ينمو وأنت جنياً ظل يكبر معاك، بيزيد الإدراك معاك، كل ما زاد حجم الخلايا وكل ما زاد التعرجات في الأم الجافية والأم الحنون اللي هي المغلفات للمخ اللي هنقول عنهم بيامتر ودايامتر، الأم الجافية والأم الحنون، وإلها عوامل كثيرة هنتطرق إلها في كيف نحسن أدائهم الوظيفي ونزيد الإدراك والذكاء عندنا وردة الفعل. وأهم شيء، بمعنى إنه أنا سئلت سؤال مش هستنى كثير علشان أجاوب، يفترض إنه مجرد تلقيت بداية السؤال أدركت استوعبت بدي يكون عندي ردة فعل. كل هذه العوامل عشان نقضي على موضوع التوتر والقلق ونحمي أنفسنا بدنا نعرف في هذا الفيديو خطوة خطوة. فتابعوني. شغلتين بس في الجهاز العصبي اللي هم يستطيعوا إنهم يجددوا أنفسهم: مكان الإدراك أو الذاكرة القصيرة، بمعنى أنا مريت من هنا شفت علم أحمر وبعد فترة بنسى أني كان في علم أحمر في هذا المكان. هذه الذاكرة اللي هي منطقة الهايبوكامبس، هذه اللي فيها التعلم السريع، الذاكرة البطيئة، الذاكرة القصيرة عفوا، والحاجات اللي أنا بفتكرها اللي بأربطها بشيء حدث سريع قصير وبأتعلم من خلالها المواد بسرعة. هذه هي المنطقة الأولى اللي تستطيع إنها تتأثر بالأغذية وتتجدد وتكون مفيدة جدا، الغذاء، لأنه المحافظة وتحسين الذكاء فيها. المنطقة الثانية نسميها الألفاكتري بلب، اللي هي بصيلات المكان الشم أو الألفاكتري ميكوزا، هذه بتتجدد اللي هي مكان الإحساس بالشم. ودائما هذا الفيديو أيضا مفيد للي أصيبوا بالكورونا وفقدوا حاسة الشم لفترة، فنشوف كيف نستطيع أن نسرع عملية استعادة الحاسة المهمة جدا ألا وهي حاسة الشم. النقاط المهمة عندي هنا إنه 80% من مرضى السكري دائما بيكونوا، أو من اللي بيعانوا من الألزهايمر عندهم السكري رقم 2، فبدنا نحذر من الجلوكوز ومن السكروز ومن كل الحلويات بصفة عامة، لأنه هي من المؤثرات أيضا على مين؟ على الذاكرة، الذاكرة القصيرة وحتى الذاكرة طويلة الأمد. وبالتالي من مسببات ارتفاع نسبة البيتا أميلويد في المخ اللي بتضغط على خلايا العصبية وبتخليها تكمش، برضو مريض السكري بيكون أكثر عرضة من باقي الأشخاص العاديين. عشان نحل المشكلة
هذه المشكلة بدنا نشوف إيش الفيتامينات المهمة جدا للأعصاب والناقلات العصبية، وإيش العناصر المعدنية أو الأغذية اللي موجودة، وين هي اللي تدينا نوع من المحافظة على دماغنا ومخنا بحجمه الطبيعي، وبحيث أنه نحافظ على ذكائنا ونزيد الذكاء ونزيد الإدراك ونحسن ردة الفعل، بمعنى الاستيعاب، سرعة الاستجابة لأي سؤال لأي حدث. هذه كلها من العوامل التي تؤدي أو التي تدل على أنه دماغك سليم وما فيش فيه أي مشاكل. رقم واحد من أهم الفيتامينات للأعصاب فيتامين B1 اللي هو الثيامين. الثيامين وين موجود؟ هذا اللي بيهمنا علشان إحنا ناخده من المصدر الغذائي. أرخص مصدر غذائي موجود فيه الثيامين هو الخميرة، خميرة اللي بنعمل منها الخبز، موجودة على هيئة حبوب، نقدر ناخدها كما هي، نقدر ناخدها مع الحبوب اللي هو الخبز العادي اللي بنعجن بالخميرة. فأنا أخذت فيتامين B1 متوفر في الأوراق الخضراء، متوفر في الحبوب وقشور الحبوب، متوفر في البقوليات، متوفر في المكسرات. ففيتامين B1 متوفر بوفرة، يذوب في الماء، محتاجينه كل يوم. تستطيع البكتيريا الداخلية تصنع مجموعة من فيتامينات B المركب بلا استثناء، وبا واحد من ضمنها، لكن الأفضل إنه إحنا ناخده من ضمن الأغذية اللي أنا ذكرتها. هذا رقم واحد. رقم اثنين مهم جدا لصحة الدماغ ولزيادة الذكاء عندنا، واللي بيشكل الغشاء اللي بيغلف كل الأعصاب والخلايا الدماغية، واللي بيدخل فيه زي ما ذكرت الأم الجافية والأم الحنون وبيزيد في تعرجاتها، اللي هي الأوميجا 3. وأهم عنصرين في الأوميجا 3 الـ EBA الإيكوزا منتونيك أسيد والـ DHA الديكوزا هيكسونيك أسيد، وهذول أهم عنصرين في مجموعة الأوميجا 3، وبالتالي مصادرهم زيت السمك والأسماك الدهنية، السردين أكثر وفرة، التونة، السلمون غالي بقدرش عليه، فأنا عندي المكرل، عندي التونة، عندي السردين، عندي الأنشوقة اللي هي بنسميها البزرة في اللكنة العامية الفلسطينية، اللي هي السمك الصغير اسمه العلم الأنشوقة أو اسم سمك البلم، وهذا له فوائد حتى للي بتأتئ واللي بيتأخر في النطق، فهذه أيضا لها فوائد. الوصفة هذه ليس فقط لتحسين الإدراك والذكاء، أيضا للناس اللي بتأتئه واللي عنده رهبة وخوف. العنصر الثالث المهم جدا لتحسين الذكاء وتحسين الإدراك والمحافظة على حجم المخ حتى يستمر ذكائنا ولا نعاني من ألزهايمر أو خرف، الزنك. وأفضل مصدر للزنك هو المحاريات، الشيلفيشز، الأسماك الصدفية المحارية، كل أنواعها بلا استثناء، من الحبار ومن الاستاكوزا ومن الجمبري وما شبهها اللي هي فواكه البحر، كل هذه المحاريات غنية بعنصر الزنك أكثر من السمك. طبعا بيجي بعدها الأسماك واللحوم، بعدين بيجي عندي المكسرات والبذور، حتى الحبوب فيها، الأوراق الخضراء فيها زنك، جذور بعض النباتات الخضراء بما فيها جذر القريص زائد الزنجبيل زائد الخلنجان زائد الكركم، كل هذه فيها عنصر الزنك مع السيلينيوم، وكلها من محسنات المناعة اللي هي بتشيل التوتر والقلق اللي قلنا هو السبب الأساسي في انكماش المخ والأداء الوظيفي بقل، ومرض السكر يعتبر من الأسباب الأخرى. الشيء الآخر المهم جدا، أنا ذكرت ثلاث عناصر أساسية، الشيء الرابع هو غذاء، نظام غذائي صحي مكتمل. طبعا النظام الغذائي بده يكون متوازن، وأفضل الأغذية اللي إحنا بنفضلها في الحالات اللي زي هذه حالات الصرع، لاحظوا إن هي مشاكل في المخ، بنقول له الكيتو دايت، نظام الكيتو اللي هو بيعتمد على 70-75% منه دهون، 20-25% بروتينات، و5% فقط الكربوهيدرات. حقيقة أنا أفضل اللو كارب، يعني الكربوهيدرات تبقى قليلة من 5-15، والبروتين من 15-20، والدهون هي اللي تكون مرتفعة من 50-70 حسب ما يتوفر لك من دهون صحية سليمة،
تؤدي إلى نمو الدماغ، لأنه مخنا أكثر من 75% منه فوسفور ليبيد، دهون فوسفورية، فهو محتاجين الفوسفور موجود في الأسماك، محتاجين الدهون أيضا، قلنا الأسماك الدهنية والزيوت زي زيت النخيل، عفوا زي زيت الزيتون وزيت جوز الهند، لية الخروف، كل هذه الزيوت، البيض، صفار البيض أقصد فيها، كل هذه مفيدة لصحة الدماغ. النقطة الأخيرة اللي بتتعلق في كيف أحافظ على دماغي سليم وأتجنب التوتر، إذا أنا بعتمد على هذه الأغذية، ممارسة الرياضة باستمرار على الأقل نص ساعة يوميا، وأفضل الرياضات رياضة المشي، وإذا ما عندك وقت للمشي تستطيع أن تعمل تمارين اللي في البيت بأي تمارين رياضية تستطيع أن تجيدها، بحيث تحافظ على قوة عضلاتك وتربط الحركة العضلية بالعقلية، وهذه تزيد عندك الوعي والإدراك والتنبيه. كل هذه العناصر لو أصحبناها مع مشروبات خفيفة زي البابونج للناس اللي هي عندها توتر سريع أو ستريس نتيجة ضغوط العمل، وهذه كلها بتشيل التأكسد، الإجهاد التأكسدي اللي بيحصل في الجسم من أيضا المسببات، عشبة المليسة، وحكون لنا وقفة مع تلك الأعشاب المهدئة والمفيدة لصحة الدماغ، وأهمها المليسة والبابونج، وبعض الأغذية زي التين وقطين التين اللي غنيات بالمغنيسيوم، العنصر الآخر اللي بيهدي وبينظم ضربات القلب اللي هو المغنيسيوم، بدين النوم هادئ ورفع التوتر. عنصر التريبتوفان موجود في الموز وفي المكسرات، ومن مولدات فيتامين ب 3. تابعوني في الفيديو القادم اللي هتكلم فيه عن الفيتامينات المهمة للأعصاب والأغذية المتوازنة حتى أحافظ على أعصابي وعلى إدراكي في فيديو القادم. تقبلوا تحيات الدكتور رمضان شمية مع فريق العمل. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، انشروا ما يصلكم من علم كي تكسبوا أجر نشر علم يستفاد منه، ينفعنا وإياكم وأبانا وأباكم بعد الممات إن شاء الله. تقبلوا تحياتي مع فريق العمل.